مباشرة من الرياض خالد الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية. أستاذ خالد أهلا وسهلا بك، مبروك كل هذه التغييرات. رح أسألك بالأول عن الاي بي او قبل ما أسألك عن الشركات الجديدة والتقسيم الجديد. بداية، هل تم تعيين بنوك لإدارة الاكتتاب العام، وما هي أبرز التواريخ المهمة قبل الإدراج؟ شكرا جزيلا أخت لارا. اليوم احنا في مرحلة مراجعة عروض المستشارين الماليين، وخلال الأسبوعين القادمين إن شاء الله سيتم الإعلان عن المستشار أو المستشارين الماليين اللي راح تعينهم تداول أو مجموعة تداول السعودية لمشروع طرح الشركة. كم عرض قدم لكم حتى الآن؟ تم إرسال العروض ل 12 شركة، تم استلام 10 عروض من شركات مالية مرخصة للعمل في السوق المالي السعودي. وبالتالي بتقديراتكم ممكن أن نرى الاي بي او في النصف الأول من هذا العام أم النصف الثاني؟ بلا شك يمكن اليوم احنا في يعني منتصف النصف الأول، هدفنا أن يتم إدراج الشركة خلال النصف الثاني من هذا العام إن شاء الله وقبل نهايته. وما هي النسبة المتوقعة؟ هل نتحدث عن 30%؟ طبعا اليوم احنا في يعني في المراحل الأولى من اتخاذ هذه القرارات. اليوم النظام ينص على 30% كحد أدنى، ولكن رأينا هيئة السوق المالية توافق على طرح أقل من هذه النسبة حسب حجم وحاجة الشركة. فسيتم دراسة الموضوع مع المستشارين الماليين ومالك الشركة لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص حجم الطرح إن شاء الله. هل سوف يكون مفتوح للأجانب أستاذ خالد؟ يعني بلا شك أنه هذه واحدة من الأشياء أو الأسئلة اللي يجب أن يتم الإجابة عليها خلال دراسة ملف الطرح وحجم الطرح. فاليوم احنا مفتوح يعني منفتحين لجميع القنوات بعد مراجعة هذا الأمر وهيكل الطرح بشكل عام مع المستشارين الماليين ومالك الشركة ومجلس إدارتها، سيتم اتخاذ القرار المناسب للسوق المالي السعودية وللمجموعة إن شاء الله. طب أنا اعتبرني مستثمر، لماذا يجب أن أستثمر وشراء أسهم تداول؟ نحن بنعرف أنه في العام الماضي رغم التحديات كان في قفزة كبيرة في أحجام السيولة وتضاعفت بثلاث مرات. أعطينا فكرة لو سمحت، كم كانت نسبة النمو في أعمالكم في السنوات الماضية وأيضا لهذا العام، ما هي التوقعات؟ يعني بلا شك أكيد إجابة الاستفسار لماذا الاستثمار في مجموعة تداول السعودية وقت الطرح أمر مهم. فإذا طرقت لسؤالك بشكل خاص عن الأداء المالي للشركة، تداول تعلن قوائمها المالية بشكل سنوي، سيتم الإعلان عن نتائج 2020 خلال الأسابيع القليلة القادمة. اللي أستطيع أقول أنه في الخمس سنوات الماضية استمر النمو في النتائج المالية لتداول. بلا شك 2020 كانت سنة إيجابية وإيجابية جدا في معدلات نمو الأداء المالي لتداول نظرا لعدة عوامل: وضع السوق والتداولات وقيم التداولات، عدد الإدراجات في السوق، كل هذه ساهمت في أداء مالي استثنائي في 2020. واليوم في الثلاث أشهر الأولى من أداء السوق الأداء المالي للشركة مبشر بمؤشرات طيبة جدا لنمو إضافي إن شاء الله. من حيث المستثمرين المحليين شو هي الأرقام، ومن حيث أيضا المستثمرين الأجانب شو هي آخر الأرقام المتوفرة لديكم؟ تقصدين المستثمرين في السوق؟ نعم. طبعا كان في نمو بمقدار 18% على المستثمرين الأجانب المؤسساتيين، تخطينا حاجز الـ 2500 مستثمر أو شركة استثمارية أجنبية حتى في خلال جائحة كورونا. المستثمرين المحليين
يعني اليوم رأينا في العام 2020 وفي بداية 2021 طلب زائد من من المستثمرين المحليين وخصوصا الأفراد منهم للجوء للسوق للتداولات. الأسواق المالية بشكل عام تؤدي أداء جيد، يعني اليوم لا أدعي أن هناك في نمو في عدد المستثمرين الأفراد، لكن هناك نمو في حجم التداولات من الأفراد وكذلك من المؤسسات الاستثمارية المحلية في السوق السعودي. ونحن نعرف كان في 3 IPOs بالسوق الرئيسي وسوق نمو منذ مطلع العام، ما هي عدد الطروحات المتوقعة لبقية العام؟ يعني اليوم برضو نبشر أنه هتكون إن شاء الله سنة استثنائية في حجم الطروحات في السوق المالية السعودية. بالإضافة لما ذكرتيه أخت لارا، تم الموافقة على 4 ملفات الأسبوع الماضي، وكما تم إعلانه سابقا من معالي رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة وتداول تراجع أكثر من 30 طلب حتى الآن للإدراجات في السوق السعودي بكافة المنصات. فنتوقع أن السنة هذه إن شاء الله تكون سنة استثنائية، ليس فقط على حجم التداولات ولكن على الإدراجات، سواء في سوق نمو أو سوق الرئيسي أو المنصات الأخرى في السوق المالية السعودية. أكيد سنة استثنائية لأنه في تداول كمان تدرج عليها. السؤال هنا، إلى أي مدى تقسيم تداول إلى 4 شركات؟ ما الأهداف وراء ذلك؟ وإلى أي مدى هذا الأمر مرتبط بالآي بي أو؟ يعني إحنا اليوم في سابقاً أعلننا عزمنا على طرح تداول، ولكن بدأنا مرحلة تغيير من تعديلات كبيرة في النظام التشريعي والنظام التشغيلي للسوق المالية السعودية، نشأ عنها انضمام المؤشرات العالمية، إدراج أرامكو، إطلاق سوق المشتقات. اليوم اكتمل العقد باكتمال منظومة السوق المالية. سوق مالية تضم شركة متخصصة لإدارة السوق والإدراجات، شركة متخصصة لإيداع الأوراق المالية، وكذلك شركة متخصصة لمقاصة الأوراق المالية اللي اليوم لا يوجد من مثيل لها في الأسواق الإقليمية. وأضفنا إلى هذه المجموعة وهذا العقد شركة وامض، اللي هي راح تهتم بتكامل هذه المجموعة والمنظومة فيما يخص الابتكار في مجال التقنية، في مجال معلومات السوق والمؤشرات. كل هذه اليوم تعطينا جاهزية أفضل للبدء في مرحلة جديدة لنمو السوق المالية، ويمكن المرحلة الأولى نقول أنها إدراج المجموعة في السوق لانطلاقة جديدة إن شاء الله للمجموعة. طب عندما نتحدث عن الابتكار بأي مجالات تحديدا، وهل هذا يعني منتجات جديدة للمستثمرين؟ يعني بلا شك اليوم شركة وامض ستكون الأفق متاح لها للاستثمار بجزئيتين مهمة. تكامل منظومة السوق المالية بإتاحة خدمات إضافية سواء للمستثمرين أو المتعاملين في السوق، والنهوض بخدمات اليوم القائمة. حتى الجزء الآخر هي اقتناص فرص للمساهمة في نمو مجموعة التداول السعودية ونمو أعمالها، سواء داخل منظومة القطاع المالي أو السوق المالية أو خارجها حتى. هل هناك مجال لطرح هذه الشركات الأربعة في اكتتاب عام أيضاً غير الشركة القابضة؟ يعني بلا شك كل الخيارات متاحة، لكن اليوم إحنا لجأنا لطرح المجموعة بما فيها من شركات، فأي نمو اليوم يحدث، لأن الشركات هذه جميعها مملوكة بشكل كامل لمجموعة التداول السعودية، فأي نمو في أي من هذه الشركات هو نمو للمجموعة، لكن الخيارات دائما متاحة. سؤال أخير أستاذ خالد، عم نشوف شركات عربية عم تلجأ للسباكس للإدراج بالبورصات الأجنبية وتحديدا الأمريكية، هل هيدا الشيء أنتم ممكن تدرسوه أنه تسمحوا للسباكس بالإدراج في سوق الأسهم السعودية؟
سؤال مهم. اليوم احنا نتابع هذه العملية بشكل دقيق، طبعا في جزئيتين ننظر لها، من جزئية الطلب، وهل هناك طلب من المستثمرين والمصدرين لهذا النوع من الهيكل، والجزء الآخر هو مدى نجاح هذه الأسواق في عملية التكامل ما بينها من خلال هذه القناة. فنتابع بشكل كبير، ودائما السوق السعودية أثبتت خلال السنوات الماضية مرونتها لتعديل أو إضافة أي هيكل تحتاجه السوق المالية السعودية والمتعاملين. شكرا لك خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة التداول السعودية، شكرا جزيلا لك.